لكن إن ضاعت يا ميثم فإنك لن ترفع درع البطولة، وستنتهي أحلام نادي ظفار عند هذه المحطة، عند هذه الركلة. ميثم يضيع الكرة ونادي نزوى بطلا لدوري تحت 19 سنة للموسم الرياضي 2021-2022. نعم نزوى هو البطل، نزوى نعم يسجل ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه. نزوى أخيرا الثالثة ثابتة، نزوى يتوج باللقب، نزوى سيرفع درع البطولة. نادي ظفار يخسر المواجهة، المهتدي العبري يرفع الآن ويرفع في الأعناق بعد تصدي لركلتي جزاء. إذا نادي ظفار يخسر اللقب، ونادي نزوى مبروك، ألف 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 مبروك لنادي نزوى تحقيق البطولة. هارد لك من الأعماق لنادي ظفار خسارة البطولة بعد أن قدم نادي ظفار مباراة رائعة جدا، لكن ركلات الحظ الترجيحية تحسم الأمور، ويتوج نادي نزوى للمرة الأولى في تاريخه وبعد وصوله إلى المباراة النهائية لثلاث مرات. إذا نجاهد هذه الفرحة الكبيرة لجماهير أزرق الداخلية، أفراح كبيرة في المدرجات. هذه الجماهير جاءت من أجل أن تحتفل مع نادي نزوى بلقب هذه البطولة، لكن نادي ظفار إذا يخسر لقب هذه البطولة. نعم ظفار هو في المركز الثاني، نادي نزوى هو البطل. نزوى نعم هنا أنا أترككم مع هذه الأفراح التي ستكون حاضرة لجماهير نزوى وهم يحتفلون بتحقيق الدرع. إذن لحظة فرح وبهجة، وهنا أيضا نشاهد الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار وهو يشذ من الهمم، وأيضا يرفع من معنويات اللاعبين ويشكرهم، وهي لقطة رائعة وبادرة جميلة نشاهدها من رئيس النادي. وأيضا هنا نشاهد المدرب طلال سالم الراشدي الذي يحتفل مع اللاعبين بالتتويج بلقب هذه البطولة. إذن هنا هذه اللقطات الجميلة التي نشاهدها من هنا، وأيضا نشاهد لاعبي نادي ظفار وهم يذهبون لتهنئة نادي نزوى بتحقيق لقب هذه البطولة. إذن هذه هي كرة القدم، هذه هي معاني كرة القدم. نعم لابد أن يكون هناك فائز وخاسر، وبالتالي نعم يحسب لإدارة نادي ظفار هذه التحية والرضا بهذه الخسارة، رغم أنهم كانوا يتمنون ويحلمون بتحقيق لقب هذه البطولة. الروح الرياضية تبقى نعم مهما يكن. نعم نادي ظفار الذي بإدارته الحكيمة وأيضا بقيادة الشيخ علي بن أحمد الرواس، نعم سيبقى ظفار دائما منافسا على الألقاب وعلى البطولات في كل الفئات. ونزوى بعد هذه المرحلة وبعد هذا التتويج، هل سيكون حاضرا بقوة في المنافسات القادمة في الكرة العمانية؟ إذن أفراح كبيرة، وأيضا الجماهير سعيدة بكل تأكيد بهذا التتويج، وبانتظار أن تبدأ مراسم التتويج وأن نشاهد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث من خلال هذا اليوم. إذن افرحوا، ابتهجوا، اسعدوا، فأنتم الأبطال، حققتم ما عجز عنه الكثيرون في السنوات الماضية لنادي نزوى، وأنتم اليوم الأبطال. الفريق الذي تكون وتأسس قبل أسبوع فقط من نهاية التسجيل، واليوم هو بطل لهذه البطولة. دائما كرة القدم تعطي من يعطيها، وبالتالي البطولة ذهبت لنادي نزوى، رغم أن المباراة بصراحة كانت متكافئة من جانب الفريق
دقيقتي شوط كان لنادي نزوة وسجل فيه هدف في اللقاء في الشوط الأول، ثم عاد نادي ظفار وكان الأفضل في الشوط الثاني وسجل التعادل، وبالتالي ركلات الحظ الترجيحية هي من حسمت الأمور. هنا الإعادة للقطة التي حسمت الأمور والتصدي الذي كان حاضرا من حارس المرمى المهتدي العبري الذي تصدى لركلتي جزاء، وبالتالي يعني الأمور انتهت 4-3 لمصلحة نادي نزوة الذي يتوج بلقب هذه البطولة، وبالتالي المهتدي هو كان الأفضل في هذا اللقاء لأنه قاد نادي نزوة لهذه الفرحة ولهذه البهجة الكبيرة، وبالتالي نزوة نعم حقق اللقب. هنا الصورة واضحة لهذا الحارس الذي لعب مباراته الرابعة فقط في بطولة الدوري، لكنه بكل تأكيد سعيد والابتسامات في كل مكان في مدرجات نادي نزوة هنا في أستاد السيب. هنا نادي نزوة هو البطل، نادي نزوة هو من توج، نادي نزوة نعم هو من سيرفع درع هذه البطولة بطل الدوري لهذا العام. إذن بعد لحظات قليلة سنشاهد بحول الله تعالى مراسم التتويج في نهاية دوري تحت 19 سنة. عزيز المتابع عبر عمان الرياضية، إذن الأمور كما تشاهدون وكما تلاحظون وكما تتابعون، لكن هؤلاء اللاعبين بكل تأكيد ستكون هذه المباراة حافز لهم في السنوات القادمة حتى يصلوا إلى المنتخب الأول. أيضا نشاهد احتفالات جماهير نادي نزوة هنا، درع دوري الدوري تحت 19 سنة، نعم درع الدوري الذي سيكون حاضرا بعد قليل بحول الله تعالى، وأيضا سنشاهد المركز الأول الذي أهداه هذا اللاعب وهذا الحارس المهتدي عامر العبري لنادي نزوة لتكون بطولته الأولى، وأيضا بحضور رئيس نادي نزوة وهو الخلفان بن حمد الزيدي، هو رئيس مجلس إدارة نادي نزوة الحالي. وهنا أيضا نشاهد الزبير السليمي هو الآخر الذي يعني بكل تأكيد لم يشارك لكنه سعيد بلقب هذه البطولة، وأيضا سنشاهد اللاعب الذي سيرفع كأس هذه البطولة والكابتانو أيمن النبهاني لاعب المدافع لنادي نزوة. أيضا الحارس الثالث لنادي نزوة سعيد الكندي، والسعادة الكبيرة للاعبي نادي نزوة، وأيضا الحارس الآخر بالرقم 22 جاسم الكندي. أيضا الدور جاء للاعب الآخر سالم المندري، وسنشاهد بقية الأسماء. وهنا محمد العفيفي، عبد الله العفيفي عفوا، اللاعب رقم 4، وأيضا اللاعب الذي أصيب في الشوط الثاني ونتمنى له السلامة محمد الفهدي اللاعب رقم 8. وأيضا نشاهد الآن اللاعب الذي افتتح نتيجة اللقاء وأيضا سجل من علامة الجزاء زهير الكندي. هنا أيضا اللاعب صلاح، اللاعب رقم 7 عفوا، هذا اللاعب بشار الفزار الذي سجل أول ركلات نادي نزوة من علامة الجزاء، بشار الفزاري الذي بكل تأكيد الآن هو سعيد بتحقيق لقب هذه البطولة. إذن نشاهد اللاعب محمد التوبي، والآن لدينا اللاعب المدافع زيد الحديدي اللاعب رقم 3 من جانبي نادي نزوة، وتستمر مراسم التتويج لبطل دوري تحت 19 سنة لهذا العام. وهنا أيضا نشاهد التكريم الذي يستمر بالنسبة لنادي نزوة، وكان في الصورة قبل قليل إبراهيم العنبري
الذي سجل من علامة الجزاء، وهنا لاعبي نادي نزوة وهم يتقلدون الميدالية الذهبية، ونشاهد أيضا اللاعب رقم 24 من جانب نادي نزوة، وهنا أيضا نشاهد محمد العوفي اللاعب الذي جاء من نادي بهلة والآن هو مع نادي نزوة وتوج باللقب. محمد اليعربي هو الآخر، لاعبين كما ذكرنا وتحدثنا ينتظرهم مستقبل في قادم السنوات. حمزة الحارثي اللاعب رقم 6 الآن ننتظر رفع درع هذه البطولة في الليلة الختامية في الليلة الأخيرة بالنسبة لهذه البطولة. وهنا أيضا صلاح الجديدي لاعب نادي نزوة من صنع الهدف الأول، لأن جاء الدور للإداريين بالنسبة لنادي نزوة والجهاز الفني والإداري في نادي نزوة الذي توج بلقب هذه البطولة والذي يهدي لرئيس النادي الذي يتوج معهم وهو خلفان بن حمد الزيدي، وبالتالي نادي نزوة هو بطل هذه البطولة من خلال هذه النسخة ومن خلال هذا العام، ويحسب كثيرا للمدرب طلال بن سالم الراشدي مدرب الفريق الذي يظهر الآن في الصورة، والابتسامة كبيرة لهذا الرجل الذي لم يحقق اللقب في المرة الأولى لكن الثانية كابتن نادي نزوة له هذه البطولة درع دوري تحت 19 سنة للموسم 2021-2022. الآن أيمن النبهاني سيرفع كأس هذه البطولة كابتن وقائد نادي نزوة. إذا نزوة الآن سيرفع كأس هذه البطولة. إذا ألف 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 مليون ترليون مبروك لنادي نزوة لأزرق الداخلية، تحقيق بطولة دوري تحت 19 سنة للموسم الرياضي 2021-2022، ويرفع الدرع الآن، ونزوة هو البطل بعد التفوق على نادي ظفار بالركلات الترجيحية. إذا مبروك ألف ألف مبروك لنادي نزوة تحقيق البطولة الأولى لدوري تحت 19 سنة. إذا نزوة هو البطل هنا في هذه اللحظات، يلتقطون الصورة التذكارية مع درع البطولة. نعم هذه البطولة ستبقى في الذاكرة، هذه البطولة ستكون حافزا كبيرا للاعبي نادي نزوة في السنوات القادمة. إذا الذكرى الوطن الوحيد الذي لا يهجر منه أحد، وبالتالي هم يلتقطون الصور التذكارية وسيتذكرون هذه اللقطة. ابتسموا، ارفعوا كأس هذه البطولة فأنتم الأبطال. تحت 19 سنة للموسم الحالي، ونشكر الشيخ قيس بن زاهر الحسني المحترم عميد كلية عمان للسياحة لرعايته للحفل الختامي. شكرا لكم على حضوركم، وكل عام والجميع بألف خير. إذن هنا هذه اللقطات، هنا هذه الاحتفالية للاعبي نادي نزوة بتحقيق لقب هذه البطولة، هنا هذه الصورة، هنا هذه اللقطات التي نشاهدها الآن مع درع البطولة لدوري تحت 19 سنة. هنا نادي نزوة هو البطل. يا لها من فرحة كبيرة، يا لها من بهجة كبيرة، يا لها من ابتسامات عريضة نشاهدها الآن للاعبي نادي نزوة، والآن سيذهبون إلى الجماهير من أجل أن يحتفلوا معهم بتحقيق لقب هذه البطولة. إذا ابتسم الحظ أخيرا لنادي نزوة. إذا نزوة هو المتوج، نزوة هو البطل، نزوة هو من فاز، نزوة نعم هو من أوصل المباراة
إلى ركلات الحظ الترجيحية، وبالتالي هو بطل دوري تحت 19 سنة للموسم الرياضي 2021-2022. لم يبتسم معهم الحظ في 88 وأيضا في عام 2014 ومن نفس المنافس، لكن الثالثة كانت ثابتة لنزوة فحققوا اللقب ووضعوا حدا للمباراة النهائية، وبالتالي هم توجوا باللقب، هم حققوا اللقب والميدالية البرونزية بعد سنوات وسنوات. هذا ما يحدث لنادي نزوة لأزرق الداخلية، فرحة ويا لها من فرحة، بهجة ويا لها من بهجة، وانتصار يا له من انتصار. وستكون بعد لحظات قليلة الاحتفالات تبدأ من هنا من استاد السيب مع الجماهير، وبعد ذلك ستكون الاحتفالات في نزوة، وبالتالي نزوة هو البطل، نزوة هو من توج، نزوة هو من حقق اللقب. اذهبوا إلى الجماهير فإنهم كانوا مساندين، فإنهم كانوا ينتظرون، واللحظة الآن تأتي في هذه اللحظات من أجل أن يرفع نادي نزوة درع البطولة مع الجماهير. إذن الأمور انتهت، وأنا شبيب محمد الحبسي كنت معكم معلقا واصفا على أحداث هذه المواجهة. أتمنى أنني وفقت في الوصف والحديث. إلى أن ألتقيكم في مناسبات ومباريات أخرى، والسلام عليكم ورحمة من تعالى وبركاته. إلى اللقاء.